انا بس هل عندي اجبرك حد في يوم من الايام انك انا عايز قالك اقول تقول كذا او ما تقولش كذا، او حتى مجرد طلب بشياكه شديده لم يحدث دكتور محمد لم ممكن يحدث بس تتكلم في كذا؟ لم يحدث ولن اسمح بذلك انه يحصل معايا. هو بس انت حضرتك قلت ان انا على لساني ان انا بقول ان دور الاعلام ان ينقل وجهه نظر المسؤول او راس الدوله للناس، انا ما قلتش كده. لا انا انا بس كده فهمت يعني، يبقى انا اسف. لا 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 ما حصلش. طيب لا يمكن يكون الاعلام من في اتجاه واحد. الاعلام اللي في اتجاه واحد ده انا رافضه اصلا. انا عندي القاعده الاساسيه المهنيه، المهنيه معناها الوقوف على مسافه متساويه من الجميع في حاله اختلاف وجهات النظر. يوجد جميع الاطراف طالما هناك اكتر من وجهه نظر في موضوع واحد. ده انا يعني طول الوقت بقوله في فيما اكتب، فيما اقول، يعني حتى التمس العذر تمام لمن يخطئ او كذا. تمام. انا بصحح لو انت حضرتك فهمتني كده، او حد من المشاهدين او حد من حد من المشاهدين فهم ان الاعلام ان هو اتجاه واحد، ولكن الاعلام زي ما انا قلت في حالات الحرب هو اعلام حرب، اعلام حرب بمواصفات خاصه. واحنا في حاله حرب، بمواصفات خاصه، واحنا في حاله حرب بس اتفقنا توصيفها بقى وتحليلها صحيح شكلها مختلف عن السابق، لكن نحن في حاله حرب، حرب ارهاب وحرب تنميه على فكره. صحيح. بس خلينا نقول ان تفاصيلها كتيره عشان بس يعني مش هينفع نقولها في عناوين ونجري عشان صحيح. بس لا يساء فهمنا. هي حرب فعلا، ارهاب وحرب تنميه. في تعليق ليك يا استاذ اسماء؟ يعني باختصار كده شديد جدا، اولا لو بتطلبي مني تعليق على اللي احنا شفناه، هل هذا ما كان يعنيه الرئيس؟ انا برضو باكد زي ما محمد قال، ما اعتقدش، والا ما كانش بعد كده الرئيس قال لا انه ما كانش يقصد ده. لكن هتفق معاكي في ان احنا يمكن كاعلام احنا في حاله حرب فعلا، احنا مصر بتخوض حرب بقالها مده، فبدل من باب اولى ما الشاشات بتشتعل بقى يعني المعظم، مش بعمم، من مبدا الشعب يبحث عن فضيحه او افتعال ازمه تقصدي او خناقه، البرامج اللي بيحصل من بعض البرامج اللي موجوده، فضايح، تنابذ بالالقاب، ما بقاش في اخلاق. ويمكن حتى هياخد ده بقى، يعني يمكن انا الجمله اللي انا خدتها صريحه واتقالت قدامي من سياده الرئيس، قال انه بيتاذى من اللي بيحصل في الاعلام. قال وقتها ان انا مش ببص لنفسي، مش ببص. اصل الرئيس اتكلم ان هو بيتاذى باعتبار مواطن مصري قبل لا 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 على فكره، لا لا فعلا لا 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 وقتها قال انا ولادكم الاخلاق انا ببص لولادكم. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه اللي بتتعلق في تداول المعلومه او الخبر، بحكم عملي كصحفيه قبل ما ادخل مجال الاعلام، لا كصحفي المفروض ان انت بتبحث عن المعلومه وبتتاكد من الخبر قبل ما تنشره، بس احيانا بيغلب دلوقتي. انت عارفه ان تضارب الارقام وده عمل ازمه، ودكتور محمد يمكن واستاذ اسلام عارفيني، فعشان كده انا لازم يجيني الخبر بالارقام السليمه من مكانه، وانا بقى دوري كصحفي حاجتين، ان انا اتاكد منه وان انا اكمل عليه او ان انا احلله. انا بس هاخد دقيقه. مظبوط يا دكتور محمد؟ هاخد دقيقه. انا بتكلم غلط يا استاذ اسلام؟ انا هاخد دقيقه خلاص بس، هو ده اللي انا بتكلم فيه. انا هاخد دقيقه خلاص فيها الجزئيه دي، وانا ما عنديش تعليق طويل. ده الجزء المتعلق بالصحفي. انا ما اقدرش احكم على باقي التعامل الصحفيين مع بقية مؤسسات الدوله، لكن باعتباري محرره شؤون رئاسه معتمده من خلال ان انا مفاضه للجورنان اللي انا بشتغل فيه. مش عشان شباب العالمين؟ لا مش عشان شباب العالمين، لان ده لان كل ما اقولها كده. لا انت من شباب العالمين يا انا بتضايق شباب العالمين جدا. انا كنت من شباب العالمين مع زمايلي. لا بس هو انا كنت بغطي او انا كنت بغطي شؤون الرئاسه قبل ما اروح خالص شباب العالميين، وكنت بطلع غطي يعني غطي زياره للرئيس. يا بختي اسمعي، دي طبعا اكيد يا بختي، بس انا عايزه الناس بس تفهم. ما هو اديني فرصه اقول الحقيقه. هو طبعا كنترول كمان كلهم بيقولوا لك يا بختي وعلى راسي من فوق، وشرف ليا، وانا شخصيا يعني عن نفسي ببقى سعيده جدا، بس لازم الناس تفهم ان انا لما بتواجد في زياره، انا بتكلم دلوقتي عن عملي كصحفيه، بتواجد في زياره او في مكان، فده بطبيعه شغلي كصحفيه ولا كعالميه؟ كصحفيه. بعد اذنك اسماء، في نقطة برضو لازم أوضحها عشان ده، عشان فكرة السفر. أنا كنت موجود في سفرية الكويت بتاعة رئيس الجمهورية السنة اللي فاتت، لما كنت رئيس تحرير لبرنامج ممكن بتاع الأستاذ خير رمضان، وطلعت مع غرفة صناعة الإعلام، وكان قناة الحياة مطلعة ناس وقناة النهار مطلعة ناس. أول لما مشيت من رئيس تحرير
برنامج ممكن اللي هو كانت الصفه بتاعتي ساعتها. ايوه ما طلعش ما بطلعش اي حاجه ليها علاقه بده، مش عشان بقى مش يقول لك ده بتاعنا ده شباب الاعلامي، ما تجيبوه يا جماعه ده كان موجود مع شباب ما طلعش خالص. خليني بس اكمل ايمان. انا عايزه بس اكمل الجزئيه بتاعتي معانا حد عشان اقفلها بس خالص. هناخد التليفون بس دي اوكي. فدي بحكم الشغل بتاعي، فيمكن انا من تعاملي مع مؤسسه رياسه كصحفيه مش قبل موضوع الاعلام، انا واحده من الناس وده اجزم ومتاكده ان كل زمايلي المعتمدين في شؤون الرئاسه زيي بيجي لنا كلنا نفس الميل بنفس البيانات الصادره عن مؤسسه الرئاسه فيما يتعلق بالتغطيه، بيرجعوا للجرايد بتاعتنا واحنا بنرجع من الجورنال. بصي انا كنت عايز تردي على التليفون. ليه مش نفس الميل ده يروح لكل الصحفيين ولكل الاعلاميين؟ لا هو السفير علاء يوسف بيبعت للصحفيين. انا اسف انا واحده من الاعلاميين وادي الاستاذ صحفي. لا انا ما اعرفش انا بقول ممكن نكلم ناس زمايلنا في جرايد تانية. بتدافعي عن حاجه؟ لا انا مش بدافع عن حاجه، نكون متاكدين عشان انا اعلاميه وزمايلي صحفي. انا بقول زمايلي انا ما بيجينيش معلومه واحده مش بس من مؤسسه الرئاسه من اي جهه في الدوله. انا بقول زمايلي الاعلاميه احاول ابحث عن المعلومه المعتمدين زي وربنا بقى الموفق.